سالي، وصلنا لمساحتنا الصباحية الأولى، ورح نفرد هالمساحة لنحكي عن أنشطة، وخاصة الأنشطة المفيدة للأطفال خلال العطلة الصيفية. استثمار الوقت لتنمية القدرات الفكرية ومواهب أطفالنا كتير موضوع مهم حتى نحكي عنه، وتطوير هاي المهارات الفكرية. اليوم طبعا معنا المدربة آلاء المضرماني، مدربة المهارات الفكرية، وأيضا الأستاذ شادي كنعان، أخصائي تربوي، ليحكوا لنا أكثر عن هالموضوع. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح. أهلا وسهلا. صباح خير. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. بالنهاية وقت احنا عرفنا عن حضرتكم، عرفنا عن عملية متكاملة وجهود تبذل من الجانب التربوي، وأيضا هون من تدريب وخلينا نقول تطوير المهارات الفكرية. اجتمعنا على الطفل يلي هو العنصر الأساسي بالمجتمع، واللي نحن عم نعول عليه، وخاصة مرق الظروف صعبة على الطفل يمكن ما بيقدر يتحملها مثل الكبير. بداية خلينا نحكي نتعرف شو هي المهارات الفكرية. هلأ البداية، المهارات الفكرية هي مهارات أو قدرات عقلية بيستخدمها الإنسان أو الطفل يكون عم يبحث عن حل لموضوع ما، من إذا تعتمد على تنشيط خلايا الدماغ، تعتمد على توازن شقي الدماغ مع بعض. نعطي أمثلة مثلا مثل برنامج أو اختصاصي الحساب الذهني، مكعبات الذكاء، فينا نذكر الكلمات المتقاطعة. كل هاي الأمور بيستخدم فيها الإنسان مهاراته الفكرية، وبيحاول يكون في شيء عم يبحث له على حل لحتى يوجده. نعم. طب كتير عم نشوف يمكن أستاذ شادي إنه في أطفال عم يبرعوا بالحساب الذهني. بأي عمر المفروض إنه يكون في تدريب للحساب الذهني؟ وقديه مهم اليوم تطوير هالمهارات الفكرية عند الأطفال؟ صراحة من خلال عدة أبحاث ومن خلال تجاربنا على أرض الواقع والميدان، وجدنا أنه كل ما كان عمر الطفل أصغر كل ما كان أفضل وجاهز الطفل لتلقي المعلومة. حتى صار عنا تجارب، كنا بأحد المرات مع الآنسة أنه ننزل لعمر الأربع سنوات، فقال إن ننزل لعمر الأربع سنوات، كانت تجربة فريدة وللمرة الأولى بالماجيك. في أطفال بهالأعمار بتقدر تحسب وتجاوبوا بشكل عملي، الطفل عم يتجاوب معنا بشكل عملي أكثر من شكل نظري، أكثر من كتابة، أكثر من عم يحفظ على المعداد، عم يحفظ على الهل. فلذلك كان صراحة تجربة رائعة فريدة، بما إلى من فوائد كتير عظيمة يعني. نعم. أيضا خلينا نتعرف منك أنسة آلاء، كيف هيك عم بتلاقي تفاعل الأطفال؟ عم تصير منافسة بين بعض إنه هذا أشطر مني وبدي يصير مثله وبدي حل مثله؟ أكثر شيء ممكن ممتع هو الجو بحد ذاته. ما بتخيلي قد ايه هن الأطفال عم يكون في عندهم هذا الحب، هذا الشغف، يعني بيفوت من فوتتهم هن، بتحسي إنه هن جايين حاسين بالإنجاز اللي عم يعملوه. الأطفال لو هن بعمر صغير بس هن فعلا قادرين الشيء اللي عم يعملوه، الشيء اللي عم يصنعوه، حتى في عندهم صار طموح إنه لسه أنا بدي أوصل لمراحل أكثر. طب أستاذ شادي، اليوم قد ايه مهم انه ندمج هي المهارات الفكرية بالعملية التعليمية؟ يعني دائما بنحس العملية التعليمية دائما تعتمد على الحفظ، البصم او منهاج معين، مو على التحليل الفكري، مع انه عنا قدرات معينة للأطفال. عم نشوف في كتير طاقات، يعني احنا بحاجتها هلأ، ليه ما بتم هالدمج؟ عملية الدمج صراحة عدة باحثين وعدة أخصائيين بمجال التربية وجدوا أنه اليوم نحن أمام جيل، خليني أسميه جيل التقنية، جيل التكنولوجيا، جيل الإنترنت. فصار صراحة عندنا تخوف من حدوث فجوة بين ما يتلقاه الطفل في المدرسة وبين ما يحتاجه في الواقع وبين ما يحتاجه في المستقبل. نعم. لذلك عملنا على موضوع ردم هذه الفجوة بما يتناسب مع إدخال تلك المهارات إلى التربية، إلى التعليم، حتى يصير في حب عند الطفل، حتى يأخذ المعلومة بشكل جيد. وبصراحة صار نحن طفلنا، حضرب بس مثال بسيط على مكعب الروبيك اللي بتعطيه المس، فكانت المس أنا من خلال إشرافي على هي الدورات، فهي عم تعطي أنه طريقة حل لغز مكعب الروبيك بالطريقة التالية، أنه أمام، خلف، يسار، يمين، أعلى، أمام، معكوس. فصار الطفل لما ياخذ من المس الطريقه يبتكر هو طريقه ثانيه لحاله، فيجي الا يا مس لقيت طريقه ثانيه، لقيت في طريقه ثانيه بالحل. ف
فهذا الدمج ساعد الطفل على الابتكار، ساعده على حب العملية التعليمية أكثر من وقت اللي كنا عفوا بالكلمة إنه عملية صب المعلومات عند الطفل. خلينا نحكي هيك شغله واقعيه عم نعيشها والاهالي عم بيعيشوها، انه بهمهم يعبوا وقت طفلهم، كيف يعبوا وقت طفلهم؟ كيف معها كثير عالم عم تسال كيف؟ ممكن عم يسجلون نوادي رياضه، ممكن سباحه، نسيانين الجانب الفكري. تمام. استثمار الجانب الفكري لدى الطفل وناخده بمنحة ترفيهي، قد ايه بيبني الطفل وقد ايه بيعزز من قدراته ليرجع على المدرسه اقوى من قبل. تمام. هلا هي البرامج وقت عم تعتمد على تنشيط خلايا الدماغ، عند اذا بدنا نحكي حساب ذهني بيعتمد بشكل كثير اساسي على التخيل، فهون نحن ما بدنا يعني نهمل هذا الجانب مثل ما تفضلتي حضرتك. انا بحبب طفلي بهي القصص، بلحق كمان ميوله رغباته. انا ما بدي والله سجل طفلي كرة قدم وسباحة وتنس وكذا وكذا ورسم، بلحق بحدد طفلي وين شايفه طفلي، هون رح يبدع. وقت انا بحطه بالاختصاص اللي هو بحبه بيبدع، مثل الكبار نحن وقت بيدخل الانسان الفرع اللي هو بحبه هون بيبدع وبتظهر مواهبه وبتظهر كل قدراته. بعيدا عن تقاليد المجتمع انه الكل بده يصير مهندس او طبيب او اي شيء. خلينا نحكي كمان اليوم استاذ شادي قد اليوم بيكون بالصفوف. هلا خلينا نحكي عن الطفل اللي عنده مهارات فكريه وعقليه متميزه، متميز بين اصدقائه، يعني هل يوجد فكره لانه هن يكونوا دائما بصفوف متنوعه حتى يستفيدوا اصدقاء منهم، او فكره لشعب اللي عندهم هالمهارات الفكريه والعقليه حتى يتم تطويرها اكثر؟ بنحبس دائما عمليه الدمج. نعم. الدمج هو عبارة بصير الطفل يعني على مبدأ أنه قل لي من تصاحب أقول لك صحيح. من أنت صحيح. فالطفل لما عم بيشوف غيره عم تستثير عنده دافع الغيرة أو دافع الميول إلى حب هذا الشيء، أو دافع أنه أنا خليني أتعلم خليني كذا، فلذلك عم بيكون الطفل بمرحلة عم بينشط عم يتنشط، أنه أفضل من أنه نفرز المتميزين لحال ونحط أصحاب، واساسا قد يكون في احيانا نوع من الخطا بالفرز، وفي يمكن عم يخلوني يروحوا على مسابقات سالي، عم نشوف مسابقات الاولمبياد والتفوق. تماما. انتم عم هلا تحاولوا انه تطوروا هي المواهب فيها. ايه اكيد تماما صح. تماما، يعني يمكن نقاط رئيسية وأساسية عم نلقي أو نسلط الضوء عليها، يمكن هلا بيقولوا مشاهدينا شو الغاية من هذا اللقاء، بنقول لهم الغاية من هذا اللقاء هو تحفيز أيضا الأهالي إنه يشوفوا نقاط الإبداع بالطفل. كثير يعني أهالي ممكن يقول إنه أنا طفلي لا بيحب يلعب ولا بيحب يسبح، طب شو بيحب؟ معناتها ممكن يكون بيحب يتعلم مثل هيك نشاطات. كيف عم توجهوا الأهالي عليها؟ كيف عم تسووا لها مثل خلينا نقول دعوة وليس دعاية، لأنه هي مبدأ دعاية. أكيد. هلأ بداية دور الأمهات، خليني أحكي مثلا دوري لأم، أنا لازم أكون أنا قريبة من طفلي، بلاحظ انا بوجودي بقرب طفلي، بالحوار معه، بالتحدي باللعب مع طفلي، انا ممكن اكتشف هوايته، ممكن اكتشف ميوله، بالاضافه لاني اتواصل مع معلمينه بالمدرسه. انا وقت بكون عندي طفل متميز، خليني احكي باختصاصي، انا فورا تواصل مع اهل انه هذا الطفل عنده قدرات اعلى من غيره، نحن بدنا نستمر، بدنا نعطيه اعلى. اكيد اللي عم نصنعها في فيديوهات بنحطها على الفيس، بنحطها على كذا، هي الفيديوهات عم تستثير عم ترغب. ايه امبارح كان في اتصال مع والدة طفلة، ايه اتصلت فيني عم تقلي نحن لساتنا بتقريبا بنصف الكورس الحالي، قلت لها شفتي الفيديوهات الماضية لطلابنا القدماء؟ قالت لي ما انا هادي اللي طير لي عقلي، يعني هيك العامية، يعني هادي خلاني اجيب بنوتاتي، يعني انه انا شفت اطفال بعمر صغير، يعني هلا تفضل الاستاذ بالبداية عمر 4 سنين، في عنا أطفال أصغر من عمر 4 سنين، ما بتتخيلوا درجة الذكاء اللي موجودة عنا. هاد جيل فعلا ذكي، جيل فعلا بيقدر. طفل اللي بهذا العمر عم يمسك موبايل، بيعرف وين اليوتيوب، بيعرف وين الواتساب، بيعرف هذا الجيل، لا بيقدر. خلينا نستثمر هذا الذكاء وهي القدرات بالمكان الصح، وأطفالنا أكيد بتقدر. نعم، يعني ألا من فحوى حديثك يعني
كثير هلا من الاهالي في صيف، هلا فصل تمام. الصيف عم بيحاولوا يسجلوا اولادهم انشطه صيفيه، بس الانشطه الصيفيه مو دائما ملائمه لقدرات الاطفال وميولهم. خلينا تمام. نقول اليوم انت بتفضلي انه يكون حتى بفصل الصيف في استمرار للي عنده مهارات فكريه يضل عم يستمر طبعاً. فيها يعني طبعاً. دائما مثل اللغه بنقول اذا ما استخدمتها بتخسرها أكيد. فحتى المهاره هيك اكيد اكيد. لما عم نحكي لما في عندي اطفال بعمر صغير، فرضنا هلا السنه الجديده صف اول، بالاستمراريه لانه نحن مستمرين كنا من السنه الماضيه من الصيف الماضي عندي هذا الطفل، وصلنا لمرحله او الكتاب اللي معه كتاب طالب صف رابع ابتدائي، فالاستمراريه عم ترجع بالفائده على الطفل مثل ما تفضلي، ما بينسى المعلومه، دماغه دائما نشط، نحن وقت عم ننشط خلايا الدماغ عم ترجع حتى الفائده لكل التحصيل الدراسي بجميع المواد، ببلش الابداع عند الطفل. يعني نحن ما بدنا نحكي انه والله مثلا حساب ذهني هي بس الرياضيات جمع وطرح، لا، لما نحن عم ننشط خلايا الدماغ عم تلاقي فورا الفرق، الطفل فورا يعني قبل وبعد فرق اكيد. تماما. ايضا استاذ شادي خلينا نحكي عن الفروقات بين الاطفال اللي عم يشتغلوا على حالهم او اللي ايضا انتم عم تشتغلوا عليهم، وبين الاطفال العاديين. كل الاطفال عندهم نسب ذكاء خلينا نقول، وكل الاطفال قادرين، ولكن يلي قاعد يشتغل على حاله في فرق؟ اكيد في فرق. الفرق واضح وملموس وموجود. اولا عم نلاحظ الطفل يلي عم يشتغل على تنميه مواهبه او اهله عم يشتغلوا على تنميه مواهبه، كانه خلايا دماغه كلها شغاله نشطه، والمفاجاه يعني فعلا السائقه كانت لنا انه هذا الطفل رغم كل الدورات اللي عم يتبعها، رغم كل الوقت اللي هو مشغول، فهو متفوق دراسيا. التفوق الدراسي بنهاية العام لما عم نشوف جلاء الطفل، عم نشوف علاماته، عم نشوف تحصيله، ايه عم بيكون فعلا هذا الطفل متميز جدا دراسيا. فالرسالة اللي بدي اوصلها للأهل بها النقطة، لا تفكر انه كل ما ضغطت ابنك بالدراسة او بتنمية مهاراته فانت عم تتعبه، لا ابدا، بالعكس تماما، انت عم تشغل له خلايا نائمة عنده بدماغه. يعني آلاء يمكن أكثر مادة الكل كان كثير يمتعد منها هي مادة الرياضيات، لأنه صعبة وهلا صار في منهاج حديث يعني تجدد، عم تتجدد دائما. اليوم اللي عنده حساب ذهني وعنده هي القدرات، قد ايه عم تستفيدوا أنتم بمهاراتهم من خلال مسابقات معينة، من خلال اكتشاف قدرات جديدة حتى فعلا تنموا له هي الموهبة؟ تمام. هلا مثل ما تفضلتي بالبدايه، نحن لما عم نحكي عن هذا العمر الصغير، الولد كبر ووعي انه الارقام عندي اياها لعبه تسلايه، نحن عم نلعب في المعداد اللي بيستخدمه الطفل، هو خرزات ملونه، في عنا وسائل كثير محببه بنستخدمها بحصة العاب ذكاء العاب ذكاء هي مخصصه لتدعم هي الماده وترغب تمام. الطفل، فهو الطفل عم يتعلم عن طريق اللعب، كبر وعي صار اكبر، صار في الفه بينه وبين هي الارقام، صار في حب، مثل ما نحن انه كلنا بنعرف انه في رهبه الرياضيات والى خوف او هذا هيك الهاجز، لا، الطفل نحن لما عودناه بالصغر على حب الارقام، حب الرياضيات، هي شيء سهل، شيء ممتع، وهو لما عم يشوف حاله عم يقدر، لما عم يعطي الاجابه الصحيحه، هي ثقته بنفسه عم تتعزز. لما يكون موجود طفلي بين مجتمع عائلته، بتساله احيانا الماما سؤال تمرين، عم بيكون بدون اي وسيله، ما بتساله القرايبين اللي بيسالوا، اكيد هو بصير محط انظار هذا الطفل، بصير الطفل محط بصير محط انظار عن جد، اي جمعه ببلشوا بدهم انه يلا ورجينا، فلا كثير عم تكون النتائج الحمد لله عظيمه، وما بتخيلوا قد ايه عن جد. هلا بدهم يكتشفوا الطفل ليشوفوا اهله قد عم يشتغلوا عليه ولا اكيد. مثل ما قالت زينب، خلينا نرجع لك استاذ شادي لنكفي حديث يعني متكامل مع الانسه آلاء. شو فينا نحن مثلا نقدم لهدول الاطفال دعم؟ يعني احيانا هدول الاطفال يمكن بيجوا على الدورة خلينا نقول او على التدريب هن بس ناقصهم شوية هيك مثل ما بيقولوا دفشة صغيرة لينطلقوا، يعني هن موجودة عندهم الخامة ولكن في عندهم خجل، عندهم خوف ممكن من انه يبلشوا، ولكن قد ايه بدهم دعم؟ لا شك هون بدك يجتمع الإدارة الجيدة مع المدربين الجيدين، أكيد لما بيكون في إدارة جيدة وكادر مدرب
عم يشتغل على هاي. أول شيء بتهيئ للطفل الجو المناسب داخل القاعة، وما يميز هي الدورات خروجنا عن نمط المقعد. يعني هذا الشيء عم تكسري المألوف لما عم يقعد الطفل على طاولات وكراسي متحركة، عم تغير شكل القاعة، عم تغير شكل هي حتى هن بحد ذاتهم طاولات والكراسي بتغيروا. هذا الشيء عم بيريح نفسية الطفل وعم بيجدد عند الطفل. فتوفير هي البيئة المناسبة للطفل في تلقي المعلومات رائع جدا، ويجب أن يكون في تكاتف بين إدارة جيدة ومدربين جيدين. تمام. ألا يعني كمان عم نلاحظ كثير من المشاكل هلا اللي عم تصير عند الأطفال، صعوبات تعلم مثلا أو خجل من المجتمع بسبب يمكن الوضع أنه كان في كورونا وكذا، فصار في يمكن مثل انطواء شوي. اليوم الأم اللي ما عندها قدرة حتى تسجل أطفالها بالأنشطة الصيفية، كيف هي تنمي المهارات وتعزز ثقة الطفل بنفسه؟ كيف هي لحالها تعمل هذا الشيء؟ هلا بالبيت فينا نستخدم نفس التقنيات، في برامج على الموبايل، تطبيقات على الموبايل فيها الام تفتح تستخدمهم، هو نفسه البرنامج حساب ذهن فيه له تطبيقات، فيها الام ممكن تفتح يوتيوب تتعلم مبادئ اساسيه تبلش مع طفله، فينا مهاره الاصابع بالحساب الذهني، العد على الاصابع بالبيت وبطريقه كثير بسيطه، جمع وطرح، عنا اليمين هي الاحاد. في كتير وسائل موجودة بالبيت من ألعاب ومن المكعبات مثلا، أي سيارات أكبر أصغر، جمع بأي وسيلة شو ما كانت المواد المتوفرة بين إيدينا بنقدر نبتكر منهم أشياء بسيطة وبنقدر ندعم فيها طفلنا. نعم، يعني وصلنا على ختام هالفقرة المهمة مع بعض. نشكر وجودك معنا أنسة آلاء وأيضا أستاذ شادي، شكرا لوجودكم معنا وموفقين بكل شيء عم بتقوموا فيه، وخاصة بهذا المجال جدا مهم لبناء فكر خلينا نقول ممكن يثمر ويكون فعال بالمجتمع. شكرا لحضرتك وشكرا لاستضافتكم وتوجيهكم النظر لهي اللفتة الكريمة. شكرا لوجودكم معنا. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم لاستضافتكم. شكرا لك.